كما كتعرفوا بان الحكم غادي يصدر ان شاء الله نهار 23 فبراير من دابا اسبوع على الساعه 3 مساء. الحضور ماشي ضروري لانه غادي يكون الحكم غادي تطبع وغادي تعطينا كتابه الضبط غادي نقراوه. وإذا كان بالبراءة فغادي نشكر المحكمة على الشجاعة ديالها وعلى الموضوعية ديالها، وإذا كان فيه شي إدانة من أي نوع كانت غادي نستنفه، ومن بعد ما نعرفش الحكم غادي نستيكم لندوة صحفية اللي غنجاوب على جميع الأسئلة. اللي بغيت نقول لكم أنه الموقف الرسمي ديال الدولة المغربية وديال وزارة الداخلية وديال المحامين ديالها أنهما كيصرحوا بأن عمرهم ما شكوا في مصداقيتي وطنيتي وفي إخلاصي المبادئ والثوابت ديال المملكة اللي معروفين الثلاثة، وهذا هو فعلا هذه الصراحة. وكانت عندي فرصة باش دليت بواحد الإشهاد صيفطاتو ليا الدنيا الفلالي كتقول بأن هي عمرها ما تعاملت مع المخابرات ديال أي بلاد وبأنها وطنية وما كتقبلش واحد يشك في وطنيتها وبأنه ستلتجئ للقضاء. وإذا شي واحد يقول عليها بأنك تتعامل مع 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 العدو، أنا ما كنعتبرش الجزائر عدو ديالنا، كنظن بأن مع الأسف مختلفين في المصالح، ولكني نكن حبا جما للشعب الجزائري، وكنتمنى له أنه يعرف نظام ديمقراطي كما أتمنى للشعب المغربي يعرف واحد النظام مليء بالحريات، وأنه هذا الوضع اللي حنا كنعيشوا اليوم نتجاوزوا في أقرب وقت ممكن وندخلوا في واحد الجو ديال الديمقراطية. ولكن أنا لا أؤمن بالنظام الديمقراطي، أنا أؤمن بالنظام المبني على الحريات. أما تقول لي أنا الديمقراطية وتخلي ضربويا غير ما تكونش ديمقراطي، أنا بغيت الحريات، ومن الحريات اللي بغيت هي حرية المنافسة، حرية التجارة، حرية الاقتصاد، الحرية المالية، الحرية ديال النقل، الحرية ديال التفكير، الحرية ديال الطباعة، الحرية ديال الصحافة، الحرية الدينية، الحرية العقائدية، الحرية في التصرفات، احترام الحياة الشخصية، احترام المعطيات الشخصية ديال عباد الله. هذا هو النظام اللي حنا بغينا، نظام مبني على الحريات الأساسية كما هي مضبوطة في المواثيق الدولية. هذا هو النظام اللي حنا كنناضلوا عليه من أجله في المغرب. وكذلك فكنتمنى نفس الشأن الشعب الجزائري، كان جمهوري ولا ماشي جمهوري هذاك شغلو هذاك، انا كيهمني هو ان النظام ديال الجزائر تكون نظام مبني على الحريات، لانه اذا كان نظام الجزائر مبني على الحريات راه المصلحة ديال الجميع غادي 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 يبان مغرب عربي قوي، لان انا اؤمن بالمغرب الوحدة المغاربية لانه هو الحل بالنسبة لنا حنا من ليبيا الى موريتانيا، واللي غادي هي اللي غتجاوز جميع التناقضات في المنطقه، واللي غتجعل ان غادي نكونوا قوه فعلا في المنطقه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.